بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب القيم، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه الصحيح أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الباب هو في تفسير التوحيد، لأن المؤلف قبل باب ذكر تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقال إنما يأتي بعد ذلك من الأبواب فهي تفسير للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله. ولكن المؤلف أحيان يأتي بأبواب في مسائل الشرك، والشرك هو ضد التوحيد، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا بين ما هو ضد التوحيد تبين لك التوحيد. ولهذا ذكر قبل هذا الباب، ذكر باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لكن نلاحظ هنا اختلاف في عنوان البابين. فالباب هذا الأول جزم فيه المؤلف بقوله: باب من الشرك، ثم ذكر المسائل. وفي هذا الباب قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم في هذا. والسبب في ذلك أن بعض الرقى ليست بشرك، ولهذا ذكر التبويب العام ويذكر بعد ذلك ما جاء من أدلة. والتمائم هي ما تعلق على الأعيان، سواء علقت على الشخص أو علقت على الإبل أو علقت على المنازل أو نحو ذلك. ويكون هذا التعليق لغرض هذا التعليق يكون لأغراض، أحيانا يكون لشرك وأحيانا ليس بشرك. فأحيانا تعلق من باب الزينة، يعلق شيء على رقبة بعير، على رقبة بعير أو على دار أو على مزرعة أو على إنسان، والغرض من هذا التعليق هو الزينة، أن تزين بها. فهذه غير مرادة هنا، وإنما المراد إذا كانت علقت لدفع شر أو لرفع شر، فهذا هو المراد بما كان تميمة. وجاء فيها النص بأن هذا من الشرك، لأن هذا فيه نوع تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء المؤلف بهذه المسائل
ليبين لنا أن فيها ما يضاد التوحيد أو ما ينقص التوحيد. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا يدل على أن بعض الناس كان يعلق هذه الأوتار من باب دفع العين عن هذه الإبل، وهي عادة من عادات الجاهلية. والمراد بالوتر هو ما يؤخذ من أعصاب شاة أو نحو ذلك، ويشد بها الأوتار التي ترمى بها في الأقواس. فهذه فأحيانا القوس عندهم إذا استخدموه أكثر من مرة وكان باليا علقوه في رقبة البعير لدفع العين. فهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بإزالة هذا الشرك، لأنهم غالباً يعلقونه لدفع العين أو لحفظ الشيء، سواء كان من الجن يحفظونه من الجن أو نحو ذلك من الاعتقادات الباطلة التي فيها التفات إلى غير الله عز وجل، وفيها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نفس المعنى يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالحديث الأول هو عن التمائم، قطع التمائم من رقاب الإبل. حديث ابن مسعود أدخل فيه الرقى، لأن بعض التمائم التي تعلق يكون قد قرية فيها، فهي اجتمع فيها أنها رقية واجتمع فيها أنها تميمة، اجتمع فيها أنها رقية واجتمع فيها أنها تميمة، فهي قد يقرأ قاري في خيط أو في جلد أو تكون كتابة ثم يعلقها فصارت رقية وصارت تميمة. وقد يكون الشرك في التميمة في التعليق، وقد يكون الشرك في نوعية ما يعلق أيضا. ولهذا هذا الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهل كل رقية شرك؟ لا، ليس كل رقية شرك، فإن رقى فيه رقى مستحبة وفيه رقى مباحة، فليس كل رقية شرك، لكن فيه رقى شركية. وهذه الرقى الشركية التي تكون بأسماء الجن أو بأسماء الشياطين أو فيها عبارات فيها استعانة بغير الله عز وجل أو فيها استغاثة بغير الله عز وجل أو نحو ذلك، فهذه الرقى شرك لا شك في ذلك. فإذا علقت فاجتمع فيها أنها تميمة ورقية، والتمائم هي كما مر معنا ما علق لدفع البلاء أو رفعه، والتولة هي أيضا من هذا الجنس لكن لها غرض محدد، فإن هذه التولة غالبا يصنعها السحرة، وهي مخصصة لتحبيب الزوج في زوجته ولتحبيب الزوجة في زوجها، وهذه غالبا مرتبطة بالسحر، فإن السحرة هم الذين يفعلون ذلك. وأحيانا يكون من باب التعود والتعلق على غير الله عز وجل. ولهذا ناقش العلماء ما يتعلق بالدبلة، خاتم من ذهب أو فضة يلبسه الزوج والزوجة، وهي عادة غربية مأخوذة من الكفار، لكن أيضا هل يراد بها أن تؤثر في إدامة المحبة وتمام المحبة؟ ولهذا المراد بالتميمة يعني التسمية التميمة، المراد بها أن يتم
يريد أن يتم هذا الأمر الذي علق من أجله. ولهذا كما مر معنا في الباب السابق، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإنهم يسمون الأشياء من باب التفاؤل بها، فكأنه يقول إذا لبسنا هذه التميمة فإن الله يتمم ما نريد. ولهذا دعا الله عز وجل، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعاقبه الله بنقيض قصده لأنه سلك مسلكا شركيا، فقال فلا أتم الله له. فهذا المراد بالتمائم والتولة، وقال إنها شرك. وذكر حديث ابن مسعود، لفظ حديث ابن مسعود أطول مما ذكره المؤلف هنا، قال ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، يعني هذا الخيط هو مربوط به رقية قرئت عليها فعلقتها في رقبتها. قالت فأخذه ثم قطعه، ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. وهذا الشاهد، سمى التعلق بالتميمة بأنها شرك، قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا كل مسلم هو غني عن الشرك، لكن يعني هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم القديم المهاجري العظيم، يعني هذا أهل التوحيد الخالص، فكيف يحصل عندهم شرك من ذلك؟ ولهذا يقول يعني ما يليق بنا أن يحصل هذا عندنا. فأنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك، وكل مسلم غني عن الشرك، لكن يعني إذا كان، وهذا فيه دلالة على أن العالم وأن المفتي ينبغي أن يجتهد في إبعاد المخالفات عن داره بأكملها، سواء كانت شرك أو غيره، لأنه يقتدى به ويكون فتنة للعوام ولغيرهم، فيقولون فلان عنده، وهذا أمر نشاهده الآن، فإن عوام الناس إذا رأوا بعض العلماء يترخص في بعض المسائل فإنهم يحتجون بذلك ويتجاوزون ما ترخص به، وحتى لو كان هو ينكر هذا ولا يعلمون يظنون أنه ما أنكر، أو يظنون أنه يرى أن هذا مباحا أو نحو ذلك. ولهذا على أهل العلم أن يجتهدوا في إبعاد المخالفات عن أهليهم وأولادهم ودورهم لئلا يكون فتنة لغيرهم من الناس. ثم إنه ما سألها عن ما قري في هذا الخيط، مما يدل على أنه لا يرى التعليق حتى ولو كان ما فيه شيء طيب. ولهذا لكنها هي بينت ذلك، فقالت فقلت لقد كانت عيني تقذف، ومعنى تقذف أني أن مثل اللي يصيبه الرمد يكون عينه فيها حمار وفيها ما تقذف به العين منها، قالت كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي. وهذه مصيبة، لأن اليهود كانوا يقيمون في المدينة، واليهود أهل كتاب، وكانوا يظنون أن عندهم شيء من الكتاب الصحيح الذي ينفع، فكانت تأتي إلى هذا اليهودي، لكن ليس فيه دلالة على أنه يختلي بها، وليس فيه دلالة على أنها تأتي وليس معها محرم من إخوانها،
وإنما بعض الجهلة الذين يريدون خلوة المرأة الأجنبية يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يأخذون عبارات عامة، وهذا من تصرف أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ، فيقولون انظر إلى نساء المسلمين كيف كانوا يقابلون الرجال وكانوا كذا وكانوا كذا ولم تذكر أن معها محرم ونحو ذلك، وهؤلاء يتركون الآيات الصريحة التي في القرآن ويتعلقون بالمتشابه. وهل هذه القصة قبل فرض الحجاب أم بعد الحجاب؟ وهل كان معها محرم؟ لكنهم ولذلك ناقش العلماء رقية أهل الكتاب، هل يجوز أن نأخذ من أهل الكتاب رقية؟ يعني هل يجوز أن نأخذ مما في كتبهم رقية أم لا يجوز؟ بل هل يجوز أن نأخذ من رقى المشركين؟ لأن كلام أهل الشرك ليس كله شرك، وكلام أهل الكتاب ليس كله باطل، فإن الكلام يختلف، الحكم على الكلام نفسه. ولهذا كان في الجاهلية فيه رقى يعرفونها، عندهم رقية العقرب وعندهم رقى يعرفونها وجربوها. من أين أخذوها؟ قد تتوارثها الأمم، قد تكون من رقى تعلموها من الأنبياء السابقين فصاروا يتوارثونها. ولذلك العلماء لما بحثوا رقية أهل الكتاب قالوا لأنه لا مصلحة لهم في التحريف، ولأن الرقية إذا حرفت ما تنفع، فهم يحرفون الأحكام ونحو ذلك لأن لهم مصلحة في تحريفها، مثل ما حرفوا آية الرجم، لكن الرقية ليس لهم مصلحة في تحريفها. وبعض العلماء رأى أن يسد الباب هذا تماما لئلا يدخل على المسلمين شر، وما في ديننا يكفينا عن ذلك. وتعلمون أن الأحكام والشرائع لم تكتمل أول ما جاء المسلمون للمدينة، وإنما اكتملت بالتدريج. فالشاهد أن هذه المرأة كان هذا اليهود يقرأ لها فتسكن عينها. قال عبد الله بن مسعود كيف فسر هذا؟ قال لها، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس، وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفيها عن قراءة اليهودي. واستدل ابن مسعود لأنه كون إذا قرأ عليها تطيب عينها تخف، قال هذا يعني هذا من عمل الشيطان، والشياطين يتعاونون مع السحرة والدجالين والمشعوذين، فإن بعض من الناس يقرأ عليه فيخف عنه المرض كثيرا لأمر، لأن الشيطان له تأثير في هذا الأمر. فهنا الشيطان كان ينخس عينها فتنتفخ وتحمر، فإذا ذهبت إلى اليهودي انسحب الشيطان من عينها، وهذا للتضليل ولكي ترتبط بقراءة اليهودي. والشياطين لها مصلحة في إضلال الناس، هم يظنون مصلحة لكن هي فساد على فساد، لكن هم هذا عملهم إضلال الناس، فلذلك يعني يجتهدون في أن يقربوا الناس من الشر، ولهذا يتكلمون من داخل القبور بالتجارب، أنه إذا جاء شخص إلى صاحب القبر يناديه يقول: يا فلان، الشيطان يجيب من داخل القبر: ماذا تريد؟ حتى يستغيث به. ومن الأشياء الثابتة أنها تفعلها الشياطين
أن أهل الشرك إذا نذروا نذر وجاءوا بذبيحة وذبحوها أو طعام ووضعوه عند القبر يأتون في الصباح فإذا هو غير موجود، من الذي شاله؟ صاحب القبر أخذه؟ لا قطعا لا، وإنما الشياطين أخذت هذا الطعام وذهبت به ليفتتن الناس ويقولون هذا النذر قبل عند الله رفع، وهو كله من كذب الشياطين. ويدل على أن الشياطين تدخل في الأصنام ما جاء في قصة هدم صنم العزى، فإن صنم العزى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليهدم ذاك الصنم، فوجدهم قد صنعوا بناء وأشياء على سمرات فكسرها وقطعها وهدم كل هذا البناء، لكنه ما اجتثها من العروق، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا صنعت؟ فقال هدمتها. قال هل رأيت شيء؟ قال لا. قال ارجع فاهدمها فإنك لم تهدمها. فرجع، ولذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه سوف يرى الشيطانة التي كانت في هذا الصنم تتكلم مع الناس، فرجع فلما اجتثها من العروق خرجت له شيطانة سوداء ناثرة لشعرها تضرب على صدرها تريد أن تخيفه، فلما رآها استل سيفه وضربها حتى قتلها. فهذا دليل واضح على أن الشياطين هي التي تضل الناس من داخل الأصنام والأضرحة ونحو ذلك. وبعض من الناس يسمي هذه بالعزائم، يعني بدل ما يقول التمائم يسمي العزائم، يسميها العزائم، لكن ما لم يكن فيها شرك فلا بأس به، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إذا كانت الرقية مجربة ولو كانت عند رجل كافر من أهل الكتاب أو من غيرهم، إذا كان ما فيها شرك والمعاني واضحة وأدعية فلا حرج في ذلك، لأنهم لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا كان عندنا رقى، أخبروا أن كان عندنا رقى في الجاهلية، فماذا ترى فيها يا رسول الله؟ ما قال صلى الله عليه وسلم اتركوها، قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني إذا كانت شرك فلا يجوز تعاطيها، إذا كانت شرك فلا يجوز تعاطيها. ولهذا جعل العلماء للرقى المقبولة شروط، أشهرها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون فيها شرك، الشرط الثاني أن تكون مفهومة المعنى، لأن الذي يأتي بعبارات غير مفهومة ما تدري ماذا يقصد، قد تكون أسماء الجن، قد تكون أسماء الشياطين، العبارات غير مفهومة المعنى لا يجوز القراءة بها. ومثل ذلك ما يكتب بعضهم من الحروف المقطعة، فإن الحرف لا يدل على معنى، وهذا فيه تلبيس على الناس، فلا بد أن يكون المعنى واضح، ولا بد أن يكون باللسان العربي، لا بد أن يكون باللسان العربي للعرب، طبعا للعرب لا بد أن يكون باللسان العربي، لأن الأعجمي، لأن الكلام العجمي قد يقول لك معناه كذا وهو ليس كذلك، وقد يكون معناه ما هو صحيح. وعموما المسلم الأصل فيه أن يكون شعاره العربية، الأصل فيه أن يكون شعاره العربية ولا يكون رطانة الأعاجم. ولهذا يعني أوجب العلماء على المسلمين أن يتعلموا ما به يصح دينهم من العربية إن استطاعوا إلى ذلك، لكن الذي لا يستطيع فإنه يدعو بالعجمية ويقرأ بالأعجمية
لكن لا بد أن يكون المعنى معروف لمن يقرأ عليه، وهو لا يقرأ إلا على عجمي، والعجمي يعرف المعنى، لكن عجمي على 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 عربي بالأعجمية لا يصح البتة. نعم. وأيضا أن لا تكون هذه الرقية من كاهن أو دجال أو ساحر، لأنه لا يجوز أن تأتي عند الطواغيت، فإنك تكثر سواد المشركين. لا تذهب إلى ساحر وتقول له أو كاهن وتقول اقرأ علي من القرآن، هذا لا يجوز، لأن هذا لا يحترم القرآن، ولأن النهي عن إتيانهم عام ما في تخصيص. من أتى كاهنا؟ من ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس من منا من سحر أو سحر له، فهذا الطاغوت لا تأتي البتة. أولا لأنك تكثر سواد المشركين الذين يحضرون عنده وتعلق الناس فيه، وهذا لا يجوز البتة. وعموما الرقية لا تنفع إلا من رجل صالح صادق، يعني غالبا لا تنفع إلا من رجل صالح صادق. نعم. بقي هل يجوز لنا أن نقرأ على الكافر؟ يعني لو جاءنا كافر مريض هل يجوز أن نقرأ عليه القرآن أو لا يجوز؟ يجوز أن نقرأ عليه، لأنه ربما كان سبب لهدايته، خاصة إذا كان لنا مصلحة. وهذا يدل عليه قصة الرهط من الصحابة الذين جاءوا إلى حي من الأحياء وطلبوا منهم أن يضيفوهم فرفضوا. وهذا الحي، هذا القصة يستدل بها إذا كان هذا الحي من الكفار وليس من الأعراب الذي إسلامهم ضعيف. وبعض من الناس يستدل على أنهم كفار لأن المسلم ما هو معقول يأتيهم الصحابة وما يضيفونهم، يعني صحابة يأتون عندهم ما جياع ما عندهم شيء ولا يضيفونهم، ليس هذا من لأن الناس كانوا يعظمون الصحابة ويعرفون قدرهم، فدل على أن هذا الحي يستنبط من هذا أن هذا أهل هذا الحي لم يسلموا. ولهذا لما لدغ زعيم هذا الحي جاءوا إلى الصحابة فقالوا هل عندكم أحد يقرأ؟ وهذا يدل على أن الرقى مشهورة. فقال أحد الصحابة أنا أقرأ، لكن أنت يعني أنتم لستم بصاحب معروف، أنتم ما لم تضيفونا، فلا أقرأ عليك لا أقرأ عليه إلا أن تعطوننا جعل. وهذا الجعل أعطوهم قطيع من الظان، قالوا إذا طاب هذا الزعيم نعطيكم قطيع من الظان. وهذا الجعل على النتيجة وليس على الجهد، ليس فيه غرر، الجعل على النتيجة. قالوا إن طاب هذا نعطونا كذا، ما طاب ما له شيء. فهذا ليس من باب الأجرة الذي يقدر على الجهد أو نحو ذلك، وإنما متسامح في الجعل ولو كان كثيرا، لأنه مرتبط بالنتيجة. فجاءوا به فقرأ عليه الفاتحة، فلما قرأ عليه الفاتحة قام متعافي كأنما نشط من عقال، لأنه لدغ لدغته حية أو عقرب فانعقلت يده أو رجله، فلما قرأوا عليه قام كأنما نشط من عقال، فأعطوه هذا القطيع من الغنم وهم في حاجة إلى أن يأكلوا من الغنم. لكن هذا الصحابي الأمر هذا فعله اجتهاد منه، فقال لأصحابه لا تأكلون منها شيء حتى نأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ونستفتيه في هذا الأمر.
وانظروا إلى ورع الصحابة رضوان الله عليهم مع الحاجة الشديدة، إلا إنهم لا يفعلون شيئاً حتى يعرفون هذا حلال ولا حرام. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ وهي من القرآن، فهل كل القرآن رقية أم أن بعضه رقية؟ يبدو أن ما يتعلق بالسموم بأكل الحية والعقارب فإن من رقيتها الفاتحة، ولهذا قام كأنما نشط من عقال، لأنه لو كان كل القرآن رقية ما يأتي هذا السؤال هنا: وما أدراك أنها رقية؟ لأن القرآن جاء فيه الدليل أنه شفاء. لكن ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، إلا من عين، وهي العين المعروفة التي تصيب المعيون، أو حمى يعني من سم، يعني من سم العقرب أو الحية. وهذا لا رقية، هل هو نفي للرقية بأنه لا يجوز أن لا يجوز لنا أن نطلب رقية إلا في العين أو الحمى؟ أما معنى الحديث هنا، قال بعض العلماء أنه لا يجوز أن تطلب الرقية إلا في هاتين الحالتين: في حالة العين وفي حالة ذوات السموم. لا يجوز أن تطلب، انتبهوا، ما هو لا يجوز أن تقع، وما عداها ممكن أن يقرأ بها، لكن ما تطلب، لأن الاسترقاء منهي عنه، نهي تنزيه، لأنه جاء في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء فيه: ولا يسترقون. ولا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقى عليهم. فيجعل هذا الحديث استثناء من ذلك: لا رقية إلا من عين حمى، يعني ولا يسترقون فيما عدا هذا. فبعضهم حمل الحديث على هذا، وبعضهم قال المراد لا رقية أنفع من الرقية للعين والحمى، كما تقول: لا فتى إلا محمد، لا فتى إلا محمد إذا كان له موقف طيب. وفي غيره فتيان كثير، لكن معنى ذلك أنه متميز في هذا الموقف. فكذلك الرقية فيما يتعلق بالعين والسم، فهي أنفع لها من غيرها. وأما الذين قالوا لا تجوز الرقية إلا في العين أو في الحمى، فقولهم مردود بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في مسائل أخرى تتعلق بالنملة، وأيضا فعل صلى الله عليه وسلم الرقية بنفسه، فإنه كان يقرأ المعوذات وينفث فيها ويمسح بها جسده، فدل على أن الرقية أوسع من هاتين الخصلتين. طيب، إذن ما دام الرقى بهذه المثابة وفيها ما يجوز وما يستحب، فلماذا قال الرقى والتمائم والتولة شرك، وهذا لفظ عام؟ قالوا هذا يفسره حديث صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. انظروا، كنا نقرأ في الجاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. هل المراد اعرضوا علي رقاكم التي كنتم تقرؤونها في الجاهلية، أو المراد أنكم إذا أردتم الآن
أن تأتوا برقية فاعرضوها علي. ولهذا بعض العلماء لا يرى الرقية إلا بأسماء الله وصفاته، لا يرى أن لا بأسماء الله وصفاته. والأدعية الواحد لما يدعو هو كل الدعاء ما في دعاء إلا بأسماء الله وصفاته، حتى لما تقول يا رب عافني، يا رب اشفي وانت الشافي كذا، فهي مرتبطة بأسماء الله وصفاته. غالب الأدعية هي مرتبطة بأسماء الله وصفاته، لأن الاستعانة والاستعاذة بها. فالذي يقول لا بد أن يكون فيها أسماء الله وصفاته، فهذا يدل على أن الذي ينفع هو هذا، هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لكن بعضهم ذكروا أشياء يعني ما فيه ارتباط واضح، ولهذا ذكروا مثلا أن بعض فيه رقية قال العروس تكتحل وتحتفل أو كلام من نحو ذا. طيب هذا خبر، مجرد خبر، خبر أن العروس تكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل، وسموها رقية، قالوا هذه رقية العقرب. والذي يظهر، ولذلك قال بعض من الناس أن هذا من باب إلغاز الكلام، لأن الرقية هي ارتباط بالله سبحانه وتعالى ودعاء، أما كلام عام كذا فهذا يعني ما الفائدة منه؟ لما واحد يأتي بكلام يرص كلام يقول هذه رقية، لما يقول جبل وشجر ووادي وحجر رقية، ويقول جربتها، هذا كلام يعني ما في مناسبة للرقية. فلهذا الأحوط للإنسان أن لا يقرأ ولا يقبل رقية إلا بأسماء الله وصفاته وما عرف من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها مرتبطة بأسماء الله وصفاته. ولهذا قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها. انتبهوا إلى العبارات، قال كان عليه الصلاة والسلام قد رقى، يعني قرأ على مرضى، وهذا من باب نفع الآخرين. ورقي أي قرئ عليه، خاصة في مرضه، فإن عائشة كانت تقرأ عليه، لكن ما طلب منها ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم من السبعين الذين حققوا التوكل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن إذا تبرع عليك متبرع فهذا لا يعارض الحديث، لا يعارض الحديث. فقد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، وأمر بها يعني أمر أن ينفع الإنسان أخاه المسلم ويقرأ عليه، خاصة إذا كان من عين أو حمى التي جاء فيها النص. ولا يقول أحد فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بغير تحقيق التوحيد؟ هم ما طلبوا، هو أمر أن يقرأ عليه من غير طلب، فهو ما أمره أن يسترقي. قال قد رقي ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام
كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً عن أن يدعو به. يعني كل اسم مجهول فلا يجوز أن ترقى به. اسم مجهول مثلاً عبارة مركبة ما تعرف لها معنى، لأنه قد يكون اسم جني يأتيك شخص شعبذ شعول أو نحو ذلك، هذا ما تعرف أنت ماذا يقصد بهذه العبارة، فهذا لا يجوز أن تقرأ به. وقد تعرف معناه لكن ما الفائدة؟ ما في مناسبة. ولهذا قال فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وهذا جعل الأسماء العجمية شعارا فليس من دين الإسلام، لكن الناس في زمن الانبهار الحضاري المعاصر تجدهم أكثر ما يتكلمون باللغات الأجنبية وأسماء المحلات بالأسماء الأجنبية، وربما يظن الجهل أنه إذا كان بالأسماء الأجنبية فمعنى هذا أنه محل فاخر أو نحو ذلك، وهذا من الانهزام النفسي وعدم الاعتزاز بلغة القرآن، هزيمة نفسية عندهم في الداخل. بل ترى بعض الناس لما يشرح مسألة وهي موجودة بالعربية وواضح يأتي بمعناها بالإنجليزية أو يلفظها بالإنجليزية ثم يتكلم بالعربية للدلالة على أنه مثقف يعرف الإنجليزية، فهو يفتخر بهذا، يفتخر بلغة الكفار، وهذا انهزام نفسي. وأي إنسان يشعر أن فيه من هو أعلى منه قدرا فإنه يتعلق به. ولهذا يقولون يعني الغالب يفرض هيمنته على المغلوب، وموجود في تاريخ أوروبا الآن، موجود في كتبهم التي نقرأها، أحد المؤرخين يصف بعض الذين كانوا يبتعثون للدولة الإسلامية في الأندلس، فإن بعض الغربيين كانت الدولة الإسلامية في الأندلس فيها معاهد متقدمة، وهؤلاء عندهم علوم كثيرة فيأتون من روما ومن غيرها من البلدان ويدرسون عند المسلمين، والمسلمون يقبلون أن يأتوا لأن هذا مدعاة لأن يسلموا. فإذا رجع هؤلاء إلى بلادهم يتكلمون بالعربية. ولهذا يقول أحد مؤرخيهم فوا أسف على هؤلاء الشباب الرقعاء، الرقيع يعني الصفيق، فإنهم إذا بدأ أحدهم يتحدث وهو في بلاده يأتي بعبارات من لغة الكفار، الكفار يقصد المسلمين، يأتي بعبارات من لغة الكفار للدلالة على أنه رجل مثقف. هذا مكتوب في كتبهم الآن. فهو يتأسف من هذا الانهزام الذي كان عند المبتعثين الذين يأتون إلى بلاد المسلمين في الأندلس. لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين في ذلك الزمن في الأندلس دخل معهم داء الأمم من باب الترف، وبدل من أن يجتهدوا في نشر الإسلام والتوحيد في بلاد الغرب اجتهدوا في الحدائق والنوافير، وصار الحضارة الآن إذا تكلموا يتكلمون عن العمارة الأندلسية، يعني عن الزخارف التي سووها في المساجد وعن الحدائق وعن النوافير وعن، تصور أنت هذه الأموال لو كانت في يدي عمر بن الخطاب في ذلك الزمن، هذه الأموال التي أنفقت في الأندلس كان فتح
أوروبا كلها بهذه الأموال، لكن لما تتغير الأهداف وترجع الأمم إلى الترف وتقلد غير المسلمين فإنها تصرف أموالها التي هي عصب الحياة فيما لا طائل فيه. ولهذا حتى المساجد وهي بيوت الله عز وجل نهي عن زخرفتها. أحيانا بعض قيمة مسجد واحد تبني 20 مسجدا في بلدان المسلمين، 20 مسجدا بس مجرد أنك تأخذ زيادة الزخارف وزيادة هذا. وبعض من الناس لما ينفق هذه الأموال الطائلة يظن أن هذا يرتاح نفسيا أنه جعل، وهو مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرتاح أنه أنفق أموال طائلة في بناء مسجد. لكن يا أخي بدل واحد خلى 20 مسجد نظيف محترم، وبدل واحد خلى 20 مسجدا في بلاد المسلمين. الشاهد في الأمر أن الأصل لا تقرأ الرقية إلا بالعربية وليس برطانة الأعاجم، وإنما يرخص للعجم الذي لا يحسن غير هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وقد أجمع العلماء، قال السيوطي ليس من كلام شيخ الإسلام تيمية وما نقله هنا صحيح، قال: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. يعني الرقية هي سبب من الأسباب، وهذه الأسباب هي تحت قدرة الله عز وجل، فإن شاء نفعت هذه الأسباب وإن شاء الله ما نفعت، فإنك قد تقرأ على مريضين، هذا يتعافى وهذا لا يتعافى، كما أنه يدعو شخصان بدعاء واحد، هذا يستجاب له وهذا لا يستجاب له. فالأمور كلها تحت قدرة الله عز وجل ومشيئته. ولهذا التعلق الحقيقي هو بالله سبحانه وتعالى وليس بالرقاة. ولهذا أنت تجد الناس الآن غالبا إذا سمعوا بقاري ذهبوا إليه أفواج إثر أفواج، وبالألاف وبالعشرات، وهذا ما يعني ما كان هذا معروف. يعني أنتم لو سألتم عمر بن الخطاب كم قرأ على مريض، أبو بكر كم قرأ على مريض، ومكانتهم مشهورة ومعروفة جدا عند الصحابة، أبي بن كعب كم قرأ على مريض، يعني حوادث نادرة، لأنهم ما كانوا يتعلقون بتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. بل أنتم انظروا، هل الصحابة كانوا طوابير على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله ادعو الله لي، كانوا طوابير وهو رسول الله. كل واحد منهم يجي بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولا يقول يا رسول الله ادعو لي، نادر أن يقول ادعو الله لي إلا إذا كان في مناسبة، لأنه متعلق بالذي أرسل هذا الرسول. ولهذا بعضهم جاء قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ودعا الله عز وجل بدعاء اجتهد هو فيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم دعاءه، أو أخبره الوحي أنه دعا بهذا الدعاء، لأن جل اعتمادهم بل كل اعتمادهم وتعلقهم هو بالله سبحانه وتعالى. نعم إذا جاءت مناسبة للدعاء قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، مثل قصة عكاشة بن محصن لما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أفأنت منهم، لكن ما كانوا طوابير، هذا يذهب وهذا يأتي وهذا يذهب، وإلا كان أشغل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن الدعاء عبادة محضة، عليك أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل. ولهذا
يعني تعجب من 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 من, من بعضهم وتعلقهم بالله عز وجل الشيء العظيم. أنا أكثر ما تعجب من قصة ذلك الرجل الذي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بير وجلس على طرف البير ودل رجليه في البير في بستان، فقال أحد الصحابة أنا أكون حارس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء حارس على الباب، فإذا الباب يتحرك فقال من أنت؟ قال أبو بكر الصديق. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا أبو بكر الصديق يستأذن عليك يا رسول الله. قال إذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس بجنب الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد قليل يستأذن عمر فيقول إذن له وبشره بالجنة. يقول وكان أخي في البيت، فقلت إن كان إن أراد الله بأخي خير يأتي، لأنه رأى البشائر وراء بعضهم. قال فجاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هل هذا الحارس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بشرى ذي ما أنا ما أصير شيء؟ يعني أنا ما تبشرني بالجنة ما تبشرني بشيء معهم؟ لم يقل ذلك. وهذا هل هو ما هو راغب في الجنة؟ هذا محال البتة. لكنه علم أن الله لو أراد شيء لحصل. شوفوا قوة لو أراد الله أن يكون من المبشرين لحصل. فقال تركها خلاص تعلق بالله، إن أرادها الله لي تأتي. ولهذا قال إن أراد الله لأخي خير يأتي. طيب أنت غريب الخير ما كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قد يأتي أخوه ولا يبشره بشيء. فهذا يدل على يعني قوة اعتمادهم على الله عز وجل. وهذه الأسباب إنما يفعلونها لأن الله أمر بها وجعلها أسبابا، ولأن الله خلق هذا الكون على أسبابه، خلقه بالأسباب التي هي تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من فعل السبب. لكنك لا تعتمد عليه، وإنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالأسباب والفرق التي غلت في الأسباب ما بين قدرية وجبرية، وذكرنا قول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسباب فلا نكرره هنا. بقي قال والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. يعني هذا لما كان في الجاهلية هكذا يفعلون. قال وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. ثم قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ولهذا قال اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن. وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، قال وهو قول عبد الملك بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث يعني النهي عن التمائم على التمائم التي فيها الشرك. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية، اختارها كثير من أصحابه
وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه وهو النهي عن التمائم النهي عن التمائم فإنه عام مطلق والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه فهم احتجوا بهذا وهل الصحابة الذين خالفوا في ذلك ما يعرفون أن المطلق على إطلاقه أحيانا يأتي اجتهاد وذلك المسائل منها مسائل قطعية ما فيها اجتهاد وهذه القطعية هي ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم فإن الصحابة اختلفوا في مسائل وأجمعوا على مسائل مما أجمعوا عليه ما يتعلق بالعقيدة ما يتعلق بأسماء الله ما يتعلق بصفاته ما يتعلق بتوحيد الله ما يتعلق بأركان الإيمان فهذا كله مجمع عليه بينهم ولهذا من أتى بقول يخالف ما كانوا عليه فهذا الذي يقال إنه خالف السلف وابتدع لأنه خالف الإجماع فالذي يقول إن المراد بيد الله عز وجل المذكورة في القرآن والمذكورة في السنة أن المراد بها القدرة وليس اليد فهذا خالف ما أجمع عليه الصحابة فلم يقل ذلك أحد منهم فهل هو أعلم بالصحابة من مراد الله ومراد رسوله أعلم من الصحابة بمراد الله ومراد رسوله فهذا مسائل العقيدة مجمع عليها أركان الإسلام وأصول الأخلاق قضايا كثيرة وفي مسائل يختلفون في ما دل عليه النص وهذا لا الخلاف لا يدل على أنه يجوز لك أن تعمل هذا ولا هذا لأنهم ليسوا مشرعين وإنما تجتهد أنت في معرفة الصواب تجتهد أنت في معرفة الصواب لأن الحق واحد ما يكون الحق شيء ونقيضه ما يمكن يجوز لا يجوز ما يمكن فهو أحد القولين قطعا يجوز لا يجوز هو أحد القولين الصواب أحد القولين لكنك تجتهد إذا اختلف الصحابة فتجتهد فيه ولا تقول مباح لي أن أخذ بأحد القولين من غير دليل لا لا بد أن تنظر الدليل الدليل يدل على أي شيء فالدليل هو الذي يحركك يحركك تقبل هذا ولا هذا ولهذا كان الصحابة إذا اختلفوا تنظر أنت إلى ظاهر الدليل مع من وتعمل بظاهر الدليل لكنك لا تعنف المخالف ما دام أن قوله له حظ من النظر لا تعنف المخالف ليس لأنك ترى قوله صواب وإنما لأن له حظ من النظر من الاجتهاد ولا يمكن أن تلزم الناس باجتهادك حتى وإن كان منزلته رفيعة فإن عثمان وعلي اختلفوا في مسألة في الحج وعثمان من هو وعلي من هو فلما اختلفوا كل عمل بما يرى أن الدليل معه فيه وهذا لم يحدث بينهم لا ضغينة ولا غضب ولا زعل بعض من الناس الآن إذا ما تأخذ قوله أنت معناته محتقر له أنت مستهين به يعني يعسفك عسفا على قوله يا أخي سبحان الله ما تعبده الله أن يقدس قولك تعبده الله بما يظهر له من الدليل وبعض من الناس يستحي أن يخالف شيخه ويقول هذه المسألة أفتى فيها شيخي
طيب وإذا أفتى فيها شيخك والدليل ظهر أنه خلاف، ظهر لك أنه خلاف قول شيخك، أي معظم عندك؟ قول شيخك ولا قول ولا النص الشرعي؟ ولهذا من عيوب أهل الكتاب أنهم استنصحوا الرجال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قول السلف فيهم، استنصحوا الرجال وتركوا النصوص الشرعية. فالتقديس الأشخاص غير وارد، وأنت متعبد بما بالأدلة الشرعية. فلا يقول شخص أنا أستحي أن أخالف شيخي في هذه المسألة، أستحي إذا كان هو الحق، لكن لا تقل الأدب مع شيخك، أظهر الدليل، أظهر الحكم بدليله، وفي النهاية أنت تتعبد الله عز وجل بما اقتنعت به، فأنت يعني لست ملزم بما يقول شيخك في كل قليل أو كثير. ولهذا قال هنا الشارح: قلت هذا هو الصحيح. يعني القول بيش، ما هو القول الصحيح؟ بمنع تعليق القرآن. قلت هذا هو القول الصحيح. قد يقول شخص قول تقول عائشة بخلافه، ويقول بعض الصحابة والتابعين، وتقول قلت هذا هو الصحيح فيما يظهر له، ولا حرج ولا يحزنون. قال قلت هذا هو الصحيح، وما دليلك على أن هذا هو الصحيح؟ قال: لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم. أين عموم النهي؟ هو قال لعموم النهي ولا مخصص له، يعني جعل هذا الخبر في معنى النهي، من تعلق شيئا وكل إليه. والذي يتعلق القرآن يقول هذا كلام الله، وكلام الله من صفاته، ويجوز أن الاستعاذة به، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. طيب هذه المسألة الأولى التي احتج بها. قال: عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني سد الذريعة، وهذا قوي جدا. سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. سد الذريعة، لأنك لو رأيت شخص متعلق شيء أنت ما تدري هو تميمة ولا قرآن، فتسد الذريعة حتى لا يختلط يلتبس عليك. نكمل هذا الموضوع في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.